مبروك علينا كلنا ان احنا يعني البطوله خرجت بالشكل ده التنظيم ده. كل الاعلاميين اللي موجودين والصحفيين منبهرين بشكل كبير جدا على البطوله وهي خرجت عن كل التوقعات. ده انا سمعته وشفته وحاسه. ان شاء الله ينتهي كل حاجه على خير زي ما بدانا. بدايه قويه ننهي ايضا نهايه قويه في شكل الختام في شكل التنظيم في كل حاجه. مصر تستطيع تعبر عن نهائي قوي لافريقيا كلها ان شاء الله، وتكون واحده من عوامل نجاح البطوله زي ما التنظيم عالي ان شاء الله يكون شكل المباراه عالي. يعني احنا ما بنعينش، الوزاره ما بتعينش اجهزه، احنا بنتابع ان اللائحه تطبق، ومن خلال المجموعه اللي موجوده هي اللي بتشوف الاجهزه الفنيه. شكرا.